عسلمة عسلمة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. ما شاء الله رمضان قريب يوفى، ونتصوركم الكل كيف بديتوا تحضروا في حلو العيد. على هذاك أنا اليوم جيتكم بغسات بنينة برشا وما تخوش برشا وقت، اللي هي مقروض الأبيض باللوز. أما قبل ما نشوفوا لازتاب، ما تنساوش كالعادة باش تعملوا لي جامع الفيديو واشتراك على القناة متاعي. دونك للبقادير نستحقوا 250 غرام فرينة، 125 غرام زبدة ذايبة، نص مغرفة صغيرة ملح، عظمة، خميرة متاع جاتو، واحدة سكر فانيليا. وبالنسبة للحشو نستحقوا 200 غرام لوز، معاهم عطر شيا، وعشرين غرام سكر محور. دونك اول حاجة باش نبدأ بها هي الفرينة، باش نزيد عليها العظمة، السكر فانيليا، وباش نخلطهم بسباتول مع بعضهم. بالنسبة للخميرة متاع الكاتو خذيت انا كان نص مغرفة صغيرة، وبعديك باش نزيد عليهم الملح والزبدة الذايبة ونخلطهم بسباتول. كي تتلملي العجينة الكل مع بعضها نزيد نحركها بيدي. بالنسبة للحشو باش نخلط السكر واللوز مع بعضهم، بعديك باش نبدأ نزيد بشوية بشوية العطر شيء حتى لين تتلملي العجينة. بعديك باش نبدا نروليهم بالكعبه بالكعبه في فورمه البودا، خاطر العمليه هذيك باش تساعدني بعديك في المونتاج. بالنسبه تو للمونتاج، انا العجينه ما خديتهاش الكل، قصيت منها شويه باش نبدا نرولي او ميم طون، معناتها نحل فيها معناتها تطويل حتى لين تولي لي جيده. بعديك نحلها في الوسط ونحط في وسطها عجينة اللوز ونعاود نسكر، وبعديك نرجع نرولي من الأول وجديد حتى لين العجينة تطويل وتولي لي جيدة. حاولوا كي نروليوها تكون نفس العلو باش من بعديك كي نقصوها تجينا مرتوبة ومزيانة. انا ما عنديش القالب بتاع المقروض، اخذت مغرفة اللوح كيف ما تراو معناتها رصيتها بشوية بشوية من فوق كيف كيف من الجناب، باش هكاك نحاول باش تكوني الكل نفس الفورمة ونفس العلو. انا الكونتيتي هذه جاتني طبق كامل، بطبيعة انتم كنت تحبوا اكثر توليو تعملوا المقادير دوبل.
انا الفرن حطيته يسخن من الاول بالكل على 180 درجة، وتو باش ندخل الطبق لمدة 20 دقيقة. وكيف ما نعرفوا المقروض هذية معروف معناتها المقروض الابيض، معناتها ماذا بيكم ما تخليوش حتى لين يحمر. دونك كيف ما تروا انا عندي كعبات بداو يحمروا، انا نغمن معناتها في بالي باش نخليهم 25 دقيقة. يا اخي كي شفتهم معناتها بداو يحمروا خرجتهم معناتها فيسا فيسا، ما خليتش معناتها 25. بالطبيعة معناتها انت والفور اللي عندك. كيف ما تروا لهنايك حطيتهم في الشحور باش نخليهم معناتها كيف ما نقولوا يشربوا شويه. الشحور لازم يكون بارد ولا المقروض معناتها سخون على الاخر باش يشرب مليح الشحور. انا لهنيك حطيت النص معناتها نتاع المقروض والنص الاخر معناتها عاودت رجعته للفور، اما بطبيعه الفور معناتها ماهوش شاعل طافي باش هكاك يشد لي سخانه. بالنسبه للغسيت نتاع الشحور تلقاوها موجوده على القناه، سينو تو نحط لكم اللين تلقاوه في الديسكريبسيون. ان شاء الله تكون عجبتكم الغوسيت، وان شاء الله نرجع لكم المره الجايه بغوسيت اخرى. وما تنساوش باش تزيدوا تشجعوني بالاشتراك على القناه.